سلامتنا تكبطوت ري موكرو بندقكم برنامجنا التابع لكم حيث من طابلة تلفزيون أريتريا دات ليكو أخبار قدم لكم وأسألف هي لعباي الرسوم ريسي سياس ديبو على قبلة كوريا وأفريقا شارك سفير أريتريا قبلة السودان مثل ريس العاد هكا مؤسسة تأمين أريتريا ناي حول اجتماعات سرقل رئيس السنغال اتمالي بوركينا فاسو ونيجر زيارة ودي إمس قوة جمهورية كونغو تتكلم كمالية تامرا اتحاد أوروبا دي بفريات روسيا وبيلاروس جمهورة كوسيك أرسل أخبار تابعت أنحكم مزهدي بتفاصيلهم ريسي سياس أفوركي بعزومة حكومة جمهورية كوريا ديبو على مرحات قبلة كوريا وأفريقا قل شارك يوم ساعة حتى الدهر سافرا الذي بيوم 3 و4 جون دي بمدينة سول للسرقل سلفاي وعلى مرحات قبلة كوريا وأفريقا أقدا دي باقتصاد سياسة ودبلوماسية علاقة متسداداي وتأوروت لأماماتهم متمطور لو على رئيس إسياس ومسلو لسافر لوك مثل مرحات جمهورية كوريا ودول أفريقا اتقديات أهمية حبر أقل له دكتوم أمبل اللي مثل ما مقرحت مؤسسات وشركات جمهورية كوريا قل تراكب ستات فاقر هلا وزير خارجية السيد عثمان صالح مثل رئيس إسياس أفوركي سوفر هلا تلي سلفاي وعلى مرحات قبلة كوريا وأفريقا أسر وحمس مرحات لتراكب ديبوم وكايل ناي 84 دولة أفريقا أقل شاركو لتسعين سفير أريتريا دي بقبلة السودان السيد يوهانس تخلي ميكائيل تيوم عسرة وسع مايو مثل الرئيس سيلفا كير مياردي تند تراكبة دي بمت قدام علاقة كليتن لدولة ومعاونة هدقا دي بلا هدق علاقة حوت النتنا كليتن حوات لا تندول قلات الردوت مبادرة قل تتنسى وتلولي زيارات قل لقبا دي ما فهمت بتحام رئيس سالفا كير بتوساك أريتريا قل شعب قبلة السودان لودي تسدايت عند حمدا قل شعب أريتريا وميرحات له بحشمة شرحة وعادات شقل دي قبلة السودان لنبر أريترين تعجبا دي بدونغوبا رئيس سالفا كير دي بسنة كلال فعسرة لأنبتت وسس مدرسة إلى مدرسة محفر جالية أريتريا قل أو سعوت لتقدمات ألب بليس إيجابي هابا ديبون وطنيهيت مؤسسة تأمين أريتريا على بعسرة عام نايحول اجتماع سب شركتا يوم هلال جون دي باسمارة هوتيل أسمارة بالاس سرقلت مسؤول بورد مدراء السيد قبر برهان محرتاب تلاس معا كلمة حقو أرهيوت أنزمة كوفيد عصر حركة مكاين سبت وسكت بقوت من لا قدما على السنة كمسل زيدت اللي هني دي بتكنيكاي فقريت مشاكل كمسلات لأفهما نايدولو مسؤول مؤسسة تأمين أريتريا سيد باولوس تخلاوه دي في سنة 2013 من عام كدامات زبه تأمين كلمت وسبعة حتى مليون نعفة تيكم قبا من لا تسجلها سعوة حتى نقطة 5 مليون نعفة مكسب هنا 8.4 مليون نعفة قلت شركة قلت تكافل بورد كم سالتي يما محبرة دات لهني بحشم لقب تأمين أروحات من لا سنة 2010 وكل العلاء بعصر سمان متايت كم سال وسكا مودحام دي بلا اجتماع تقارير مالية ناي سنة 2013 قربت هلا بمشاركة لا قرب أسئلة ما توضح تهيباتو مجتمعات قوانين أسلوب وطنية مؤسسة تأمين أريتريا حق ولا شرحو لحلفة عصر وتاس عاي عام ناي حول اجتماع لا قرب وسائق وقرارات ندقي ممو أسبتو دي بدونغو باع إسراء وأولاي عام ناي حول اجتماع سب شركة لقب دي بعمل تحددان فرع كدامات مراقبة تقليم قاش باركا دي برات عقبو يحارس وقد ودحان نبرا الدم وحيوان لركز محاضرات اتيوم 10 و7 مايا دي بمنصورة نزمة للخص استغرير بنا تفاصيله من منصورة عثمان فرع كدامات مراقبة تقليم قاش باركا دي برات عقبو يحارس وقد ودحان نبرا الدم وحيوان لركز محاضرات اتيوم 10 و7 مايا دي بمنصورة نزمة
دبلا 4-5 حرستوت ومدراء دوايح للتركبو ديبوم لتهيبهم حادرات دحن برامن حرستوت للتبعو أقبوي حرس وجنس وراتات حرس كم لتبقس لحبر وسب مقدرة التي حرس بعامة قدام ونواي للتمون هي فنتوي ديب منفعت قدم لوعل بكسوس دحنو ومحافظته ومراقبته وكل اقل تقباكم وجبه ودحو لسه ما قدرت هجيهم بالتلالي حرستوت بعامة ديب نبرة قدام ونواي للوعل التيل الأفرو ولا وزعو هي افنتوي أقدا سبب كسح نبرة ودوار ديب لقبقى أبصارات اند تحافظو سمهنة لأشارك أقبوي متنفعو الدوا وناي حبر أبصارات مدافعات بالعين قل التبع مكرو مسؤول فرع كدمات مراقبة تقليم قاش بركة سيد حقوس قبر مريم هي دحن نبرة قدام ونواي أوروت من لاوق المحافظة وفزاعة لطلبو شيء سببتم اللي لشبه محاضرات دي بلد فنات أكانات كم تهيبا دحبرام فزاعة مجتمع بعامة ناي مفريت ومتنفعت هي بفنتوي أتحايس لأرئي من مهلا أقل زيادة فقريت لبرنامج بلد تردا كم لا تلال حبرام مدير مديرية منصورة السيدة تادسي قبر قرقش بجهتهم حرستوت ومعمرت بأمر القبأ وبإي أمر إلا للتبعو قل دحان دي بوقم لإيقات أقبوي مشاكل عافية قلت لي لقدر قل القبأ لهليت مقدرت وقلكم تندفهمو سب مهنة لأشاركة أقبوي قل تنفعو تحسبا مشاركة هي لمحاضرات ابنك أسفهم لقباء ما اب يحسر دي بقدام ونواي قلت لي لقدر مشاكل عافية قل أرهيوت مهم سبتو اللي لمس المحاضرات قل التلالي تحسبو أب محفر وطن شبابات ودرس أرتريان دات نزمة دي بمديرية من دفرها قبل أسمنا بدرار ريادة ومعلومات عامة لكم كما سامن متنزام شاكا لحكومة اتيوم عسرة وسع مايو تما لا ديب قاعد كده حمباشها لقبا برنامج مسؤول متنظام شك على حكومة السيد داويت قرماي ديب لا برنامج زياد سلس متوحمتا شك على شبابات كم شاركة وندحبرا نص نصم قلت عامرو عمرم قل وقلو ومقدرت قروب قلت أورو لسد برنامج كم سلسر قل أفهمام مسؤول لمحبر ديب لا مديرية السيد صالح محمد سعيد بجهتو لسامن لبو منافع ديب وقم أبلاتا ديب لا متبرام جاتو قل أوسعوتو كم لتقدم مشارحام مدير مديرية من دفرها السيد هسكياس وهبتيني أقل كلهم شبابات بتنازيمهم قبل هلا ناي تأهيل وبدرع مراحل عند حمدا شبابات لتفتح قلهم أبقات واجب أقل تنفع بطفانا يبدون قباء بحتا وبفريق لتعوته جوائز تهيبوه دي مدارس مديرية عف عبت قبل هلا طاقة صحي دي بوراتها الدريس وادرسوت دور وكل ودكم سل هلا تشرحام للا تحبرا والدين بلا نسوى مبادرة 8000 نقفة لكلف على طاقة صحي دي بمدارس كالاي درجاتكم سلتوتدا ودرسا متنفعت كمبيوتر وبعد بكهربة لشك آلات مهركم قوتوم دي بلا عادة مدحرات مدير لمدرسة ممرا الأمين عبدالله حزو طاقة دي بوراتا الدريس وادرسو تحقو لشرحا درسا دي بحفظة دروسا مبواجب قلت تنفع بطفانام سول مدارس مديرية تافع عبت ممهر محمد علي دريس بطراتو أبلنية والدين نتنسأت عوتة مبادرة حقو الحمدة لناقص حل كمسال قب يقلو لبو دمانة شرحان ديب دونقوبا مدير مديرية تافع عبت السيد أحمد محمد نور رجب أبلنية والدين لتشاكا شقل قل دوارات بعد مسال كمسال تند أشرا والدين قل أجنيتهم قل أتنايتو أتفاقتهم حقو الله متعديت هيني أخبار كارج رئيس السنغال باسيرو دومايو فاي علاقة دولته مثل مالي بوركينا فاسو ونيجر بكل جوانبها قلات الردود لأمامت زيارة ودهلا يوم 3 مايو دي مالي وبوركينا فاسو لبصح رئيس فاي مثل ميرحات كليتن لدولة تلاو دي هدق فرق النجابة مثل دول وناي أقليم معاونة قلات الردود بالحلالة قدام تبيلا رئيس فاي بوركينا فاسو ونيجر عدو يتن ديب ايكواس قلت اتل علي ما دردكم هل يتحبره وكم لتقدم قلو مع الشرع ديب مالي بوركينا فاسو ونيجر انقلاب حكومة حقو لقبقى منظمة اقتصاد دول موضع صحي افريكا عدو يتل دول اند ابترت مصدر عسكرية قلت انسا ستتت كم على تلتذكر سلسيتا لدولة مصدر ايكواس حقو لسكا ناي امن شراكة اند اساسيا من ايكواس عدو يتن كمسل اتحوني على تذكر دي بجمهورية كونغو تفنغ ديش حكومة وصل حاشم ام عسرة وسلس لقب حرب اي موسكوبة العاد كمسل كيل متحبرة
عشرات آلاف أبرياء بهل السبدحان التلي سلسة معل أسك معساكر ناي منظمة مجلس كران كم سلج أو ما تحبرا لبلاق لي متال هل معساكر لا سكن شعب عدده زيادة كلا نقطة 7 مليون كم سلبات حامة منظمة مجلس كران تمرت الحرب راديت شعب قلت اقتل هل حريانات حبولك وكم سل هل لحبرت لمنظمة بسبب اللحد 5000 نفر دي محجز طلبات أساس نير وحد كوريام كم سل هل ما أكدت بعقور أرزاق تاجرة لا تنكر مفقار تحت جمهورية كونغو لا قد هذه بمشكلة للتكارو سبدحن كم سلتم لتحبر اتحاد أوروبا دي بأكل وفريات حرس روسيا وبيلاروس وسوق دفعيات التيك قررا لمن يوم هيل الجن دي بفعل لوعل وسوق دفعيات لدول عداوة لدول دي بلا اتحاد قلاب تراكم سلتو اتحاد أوروبا حبرا بعد نسال وزارة خارجية روسيا ماريا شاكاروفا تقدمت شرح لم اصدارات لالينا إلى اتحاد أوروبا ضد روسيا نسولة عن حمس دارات مقاومة كمسلت دحبرت رد فعل كمسلت هيبت ومحزرت روسيا الحلفة سنة حتى نقطة 4 بليون دولار للتواقم 4.3 طن أكل وبعد فريات حرس أسك اتحاد أوروبا كم ندات للحبر تقارير اللي حد حتى مئتايت من طلبات عداقات لاتحاد كمسلت أبت الحبرو دول أوروبا حرب يوكرين عند أمس مسيا دي بروسيا لو دياه منع يبقى اقتصادا لأتلي دمار كمسل زيادة لتحبر أرس أخبار بدقمان رئيس سياس نبو على قبلة كوريا وأفريقيا شارك سفير أرتريا قبلة السودان مصر رئيس الأمريكا مؤسسة تأمين أرتريا نايحول اجتماع سيركل رئيس السنغال لتمالي بوركينا فاسو ونيجر زيارة تودي إنس قوة جمهورية كونغو تتكلم في مالية تأمرة اتحاد أوروبا دي فريات روسيا وبيلاروس جمهورية كوسيك حسام طابلتنا أخبار بعمد التلات ومام هلينا ومسلات عرفت على برامجاتنا وحطوكم وشكرا لكم.